فلسطينية. تكملة للدرس الثاني، تكملة هي بتكمل الصورة، هذه تكملة. إيش هذا يا روزا؟ طاقية. طاقية؟ طب إيش بتسوي؟ هو ليه لابس طاقية يا روزا؟ عشان يقدر يشوف. عشان يقدر يشوف ولا عشان في شمس يا روزا؟ عشان في شمس. عشان في شمس. يا سلامة الطاقية حلوة. طيب ارسمي له يد ورجول. ارسمي له إيش لابس هو، فستان ولا لابس بنطلون وبلوزة؟ إيش لابس هو؟ فستان. الله لابس فستان يا سلام. هذه انا. هذه انت. الله شوفوا روزا يا سلام. الله على روزا بتجني. شو طعمي شو حلو يا روزا. هذا شعري. ما شاء الله ما شاء الله. شعرك شو لونه؟ اشقر اشقر. شعرك لونه اشقر ايه؟ ايوه زي اسود. اشقر فاتح يعني اشقر. اشقر غامق بس انه اشقر حلو يا سلام. ولون عيوني عسلي يا سلام. لون عيني اشقر. ايوه لون عيونك اشقر يا سلام. ايش كمان يا روزا؟ ايش كمان تبي ترسمي؟ بعدين لا تقولي لي خلصت، لما تخلصي قولي خلصت. مسمار. ايش هذا المسمار؟ ليه رسمتي مسمار يا روزا؟ فين بتحطي المسمار؟ في الجدر. يا سلام، ليش نحط المسمار في الجدر؟ عشان ايه؟ عشان نقدر نركب صورة. يا سلام عشان نقدر نركب الصور. الله عليك يا روزا، بس تشرح لكم الرسمة وتحكي لكم قصة الرسمة. ايش هذا يا روزا؟ ايش هذا يا روزا؟ قد تسجلني. هذه شمس. هذه شمس يا روزا؟ ايوه عندها نور. هذه شمس ولا صورة؟ عندها نور وهذه هذه صورة. الله صورة. ايش فيها الصورة؟ انتي. انا برضو. في كل حتة. انا في كل حتة مرام. ايوه يا سلام. الله كده خلصنا الرسمة. كمان يلا فين في مكان فاضي؟ واحدة كده عليها كده. ايش هذا؟ مثلث في في الفستان؟ لا بقيت حفلة في الفستان. هذا ايه؟ بقيت حفلة في الفستان. بقيت حفلة في الفستان. ايوه هدي انت لابسة بقيت حفلة. اوه لابسة طربوش. لا لابسة بقيت حفلة. ايوه هذا الطربوش. ايوه ايوه. مش كمان قاعدين يطيحوا قاعدين يطيحوا شيء عليكي. ايش يطيحوا عليكي؟ يطيحوا عليكي حبل. حبل؟ لان هذه حفلة. اوه ودي زميرة. الله زميرة كمان. يا سلام على الزميرة. ايش في كمان تبي ترسمي ولا خلاص كده خلصنا الفيلم؟ لا شبشب. ارسمي الشبشب. اشوف الله مين لابس الشبشب هذا؟ انتي. انا؟ ايه. طب فين رجولي؟ رجولي هنا. انا شبشب كيف انا لابسه؟ ما تيجي بس. يا سلام كيف كده في احد رجوله كده. يلا مو مشكلة. هذا الشبشب، هذا شبشب محطوط لحاله لسه ما حد لبسه اصلا. شاطرة خلاص. لا ايش في كمان؟ المسمار على الصورة. بتعلق الصورة؟ ايوه. كمان في شيء تاني. ايش هو ده؟ قلب. الله كمان باقي سوي صورة الفلوس. يلا سوي صورة الفلوس عشان تقدر عشان أنا حبيع بفلوس. هتبيع الصورة بكم؟ هذه الصورة اللي رسمتيها تبيعها بكم يا روزا؟ عشرة. عشرة؟ عشرة لا. دولار ولا ريال يا روزا؟ ايش اشترى روزا؟ هذا رقم عشرة. صفر واحد عشرة بس. عشرة قليل. كم تبيعها؟ عشرة. عشرة بس؟ ليه ما تبيعها بمية؟ طيب شوفي. دولار ولا ريال يا روزا؟ عشرة ايه؟ دولار؟ يا واد يا دولار يعني كده 30 ريال 40 ريال سوا. لا اقول مية. مية ريال؟ ايه. يا سلام وشكرا. وهذه تكملة رسمة روزا هذا الفيديو الثاني، وكذا خلصنا هذه الرسمة وهذا الدرس من دروس روزا أيمن جسمة اللي اسمها فردوس الحلوة جنة الفردوس. يلا قولي باي للكاميرا. باي. يلا أعطيهم بوسة. يا سلام شكرا.